الآن الفريدي عالية وصلت الآن قوية يو بيونغ سو الكوري يسجل الرابع الكوري يسجل الهدف الرابع في قمة الهلال الكروية رابع أهداف الهلال الهلال يترك المركز الثاني بعيدا عن الهلال الآن يعود إلى الصدارة يعود إلى الصدارة يو بيونغ سو أربعة كبيرة للهلال أربعة ثقيلة في مرمى التعاون أربعة هلالية أربعة زرقاء للسيمفونية.